السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم صفه بطريقتي. الا بغيتوا تعرفوا المقادير والطريقه ما عليكم غير تتابعوا الفيديو، فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا هنايا نص كيلو ديال الشعريه صفه تكون من النوع الجيد. هنا خديت منها واحد شويه قليته في الزيت، شويه ديال الملحه، سكر فاني، سكر كلاصي، الحليب والزيت. بالنسبه للطريقه غادي ناخذ الشعريه، غادي نزيد على هذيك الشعريه اللي حمرت، وغادي ندير شويه ديال الزيت، وغادي نخلطهم مزيان ونديرهم يتفوروا التفويره الاولى. شويه ديال الزيت نباتيه، كما قلت لكم غادي نديرها تفور تقريبا واحد ثلث ساعه. هنا في البرمه راني درت الماء سخن ودرت تقريبا واحد نص حامضه باش ما تكحلش ليا البرمه. هنا راني نسيت ما ذكرتش لكم هذا المقادير الاخرى اللي هي الزبيب. هنا ضفت شويه الماء واللي تماك طلقتهم وقشرتهم وقليتهم وطحنتهم، شويه ديال القرفه شويه ديال الزبده. من بعد ما تفورت الشعريه غادي نقلبها دابا في هذا الكريمه بسم الله. الماء يكون بارد، ندير ليها الماء بلا ما تخافو زعما كثر الماء. غادي نخليوها واحد شويه في هاد الماء هذا. انا من بعد ما خليتها تقريبا واحد 5 دقائق غادي نرجعها للكسكاس تفور تقريبا واحد ربع ساعه. بعد ما تفور غادي نزيد لها دابا شويه ديال الزبده بسم الله وشويه ديال الماء ونعاودو نردوها تفور. نخلطو مزيان هاد الزبدة مع الشعرية تنشوفو انها دابت. نزيد ليها الماء برد، نرشها كذلك بالماء مزيان ونخليها عاوتاني تشرب واحد شويه. غنخليها واحد شويه غنرد عاوتاني تفور. كما كتشوفوا معايا هنايا البرمه غطيتها بهاد بابيي سيلفريزي باش هاد الشعريه هادي تفور ليا مزيان وتفور دغيا. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما تفورت التفوره الثالثه غادي نزيد ليها دابا شويه ديال الملحه، عفوا غادي نزيد شويه ديال الملحه. غادي
نزيد الماء. صافي غادي نعاود دابا عاوتاني نفورها. تسبق لي تقريبا واحد التفويره وحده. غادي ندير الزبيب ونتلاقى بكم ان شاء الله. هنا من بعد ما تفورت كيف ما شفتم زدت ليها الزبيب. صافي دابا راها طابت، يعني فورت تقريبا هذا زدت ليها ثلاثة تفويرات، يعني تفورتها دابا ثلاث مرات. غادي نزيد ليها فاني، غادي نزيد ليها واحد شوية ديال الزبدة. والحليب وغادي نغطيها مزيان، يعني حتى تشرب هاد الحليب هذا. غادي نغطيها ونخليها تشرب هاد الحليب هذا ونقدمها لكم ان شاء الله بالصحه والراحه. الصفه من بعد ما وجدات كتجيب هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. انا هنا قدمتها بالطريقه هذه. انا هنا اللوز كيف ما كتشوفوا راني سلقته وقشرته وقليته في الزيت وطحنته مزيان هو وسكر كلاصي ورشمتهم بالمرشم بهذا الشكل هذا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها. الى عجبكم الفيديو ما عليكم غير ديروا جيم وتابوناو معايا في لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد. الى اللقاء والى حلقه مقبله ان شاء الله.